ايه، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنوضح لكم الفرق بين الشمس والظل، النحل اللي في الشمس والنحل اللي في الظل. تأثير الشمس سلبي على النحل في الصيف، لكن في الشتاء ايجابي جدا، وتأثير الظل ايجابي للنحل في الصيف، وفي الشتاء يموت النحل. يعني النحل بيحب في الصيف يبقى في الظل، وفي الشتاء يتعرض للشمس. هنا في أربع سطور، واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع سطور الشمس بتطولهم، بتلف عليهم بس بتطولهم برضو. ده هضلل عليهم إن شاء الله، وما ضلل هصورها لكم. احنا في موسم البرسيم، وحتى الآن النحل ما جابش عسل. النهارده 20/5/2023، وحتى الآن إن احنا ما اتحركش وجاب عسل، ودي حاجة من عند ربنا، ده الرزق ده من عند ربنا. لسه إن شاء الله في وقت، بس ربنا يريد. شوف معايا النحل اللي في الظل، طبعا الاجهاد الحراري للنحل اللي في الظل اقل طبعا، وحلو خالص. النحل لما بيجيب عسل يا جماعه، اما اصور لك المنظر ده تلاقي العسل باين في البراويز. الحمد لله لسه ناقص 10 ايام، والرزق من عند ربنا. شكرا ليكم والى اللقاء.